يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، عين الأحزاب السياسية لا تفارق إسطنبول، استعدادات كبيرة في صفوف تحالف المعارضة من أجل التجمع الجماهيري. ندعم حزب الشعب الجمهوري. فاليوم شهدت اسطنبول أكبر تجمع لكمال كلشدار أغلو، ونحن سنصوت له من أجل مستقبل أولادنا. تشهد المدينة تنافسا كبيرا بين الحزب الحاكم والمعارضة من أجل تحقيق تقدم فيها وكسب الأصوات التي يتجاوز عددها 10.5 مليون صوت. لإسطنبول خصوصية كبيرة بالنسبة لجميع الأحزاب التركية، فأكبر خزان انتخابي في البلاد يوجد هنا. تحشد المعارضة أنصارها في تجمع جماهيري هو الأضخم على الإطلاق لإيصال رسائل سياسية بشأن مدى حضورها في هذه المدينة. هكذا كان المشهد هنا، تجمع جماهيري كبير جدا. تخوض المعارضة الانتخابات بثقة أكبر هذه المرة بعد أن حققت فوزا كاسحا في الانتخابات البلدية لإسطنبول عام 2019. يأمل مرشح الطاولة السداسية كمال كليشدار أغلو أن يحظى بأكبر نسبة من أصوات هذه المدينة تمكنه من الوصول إلى كرسي الرئاسة. أعرف جميع المشاكل التي تعانون منها، كونوا على ثقة أننا سنجلب الربيع والسلام لهذا البلد وسنحل كل مشاكلكم، وسأكون رئيسا لخمسة 85 مليون مواطن تركي. حشد أردوغان أيضا أنصاره في جولاته الانتخابية التي شملت الكثير من المدن التركية، جولات جاءت قبيل اللقاء الأكبر الذي سيعقده في إسطنبول. منذ عام 2002 كافحنا جنبا إلى جنب وتغلبنا على كافة المشاكل ووقفنا في وجه الوصاية الخارجية وحاربنا الإرهاب. في 15 من تموز دافعنا معا عن إرادتنا الوطنية، قدمنا خدمات لتركيا خلال السنوات العشرين الماضية أكثر من السنوات الثمانين التي قبلها. يسعى حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات إلى استعادة ثقله الشعبي في مدينة إسطنبول بعد أن خسر رئاسة بلديتها، فالمدينة تمثل له مفتاحا لمواصلة حكم البلاد. عدنان جان، العربي، إسطنبول.